إذن فادي، بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له بلدات وقرى جنوب نابلس من المستوطنين، كيف يبدو المشهد لديك؟ المشهد يعني يدمي القلب كما يصفه الفلسطينيون، خاصة مع اشتعال حرائق في العديد من المنازل وإصابات وصلت إلى قرابة 400 مصاب في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ما يقارب من 350 إصابة سجلت في منطقة جنوب محافظة نابلس والقرى الموجودة هناك. هناك شهيد سامح أقطى 37 عاما وإصابة وصفت بأنها خطيرة نقلت إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس. المشهد بدأ دمويا وكارثيا كما يصفه الفلسطينيون هنا نتيجة اعتداءات مجموعات كبيرة من المستوطنين مسلحين وبحماية جيش الاحتلال وبكل ما أوتوا من قوة في مواجهة فلسطينيين عزل محاصرين في مناطقهم لا يستطيعون إلا بصد كل ذلك بأيديهم الفارغة. هذا ما كان المشهد خلال ساعات الليلة الماضية والذي استمر منذ اللحظة العملية عند ساعات الظهيرة عندما قتل مستوطنان ردا على مجزرة لجيش الاحتلال قتل فيها 11 فلسطينيا يوم الأربعاء الماضي في مدينة نابلس. سلطة الاحتلال فرضت حصارا عسكريا على حوارة جنوبية المدينة التي وقعت فيها العملية، ومن ثم فرضت حصارا مشددا على مدينة نابلس، ولأنها تخشى أن ينسحب أو انسحاب المنفذ أن يصل إلى مجموعة عرين الأسود المتحصنة في البلدة القديمة منها. كل ذلك يأتي في إطار قيام قوات الاحتلال بالعمل مع المستوطنين على محاولة الوصول أولا إلى منفذ العملية، وثانيا لمحاولة إيقاع أكبر ألم بالمواطنين الفلسطينيين، وهو ما وقع بالفعل خلال ساعات الليلة الماضية. هناك عشرات من المنازل والمركبات التي أحرقت والمنشآت في منطقة حوارة، محاصرات لمنازل مواطنين بقوا في منازلهم وحاصرتهم النيران وحاصرهم المستوطنون. يوم أمس كان هناك اعتداء أيضا على الماشية، ولم يقتصر فقط الأمر في منطقة نابلس وإنما امتد إلى المنطقة الشمالية من مدينة رام الله وكذلك أيضا في محافظة سلفيت قلب مدينة الخليل باب الزاوية. تم الاعتداء من قبل مستوطنين على مواطنة فلسطينية هناك، وأيضا في منطقة أريحة كذلك كان هناك مجموعة كبيرة من الاعتداءات. كل ذلك يأتي عكس ما تحدث به السياسيون بما يتعلق بتهدئة الأوضاع على الأرض وخاصة في الضفة الغربية التي شهدت هذا الانتهاك كما يسميه الفلسطينيون الواسع. هناك كان دعوات يوم أمس لمحاولة الذود عن المواطنين الفلسطينيين والدفاع عنهم خاصة في منطقة حوارة. العديد من المشاركات والمواطنين نزلوا إلى الشوارع وحاولوا الوصول إلى الحواجز العسكرية. حدث ذلك في بيت لحم عند المدخل الشمالي للمدينة احتجاجا على ما يحدث في منطقة حوارة، حتى لدرجة أن المتحدث باسم حركة فتح تحدث للعربي أو أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس دعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية للدخول على الخط وحماية المواطنين الفلسطينيين كما نعم قال فت. وحتى لو بصدورهم عارية والميدان هو سيد الموقف، يقصد أنه أي طريقة يمكن في نهاية المطاف أن يتم حماية المواطنين الفلسطينيين فستبقى ذلك. ابقى معي واسمح لي أن أنتقل إلى أحمد جرادات من القدس. أحمد، إذن ما أبرز ردود الفعل حول هذه التطورات الأخيرة إن كانت من ناحية السلطة الفلسطينية أو لسلطات الاحتلال؟ نعم، يعني بداية دفعت السلطات الإسرائيلية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية. سيتركز عمل الجنود الجدد في منطقة نابلس وفي محيط مدينة نابلس وأيضا في محيط بلدة حوارة. هناك جلسات تقييم للأوضاع تجريها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، آخرها الجلسة التي عقدها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت برفقة مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي انتهت عند منتصف الليلة الماضية. دعا وأوعز بالدفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية وأيضا إلى مساعدة الجيش قدر الإمكان، الشرطة الإسرائيلية في المناطق التي يستطيع الجيش العمل بها، وأوعز برفع اليقظة تحديدا في محيط القدس المحتلة خشية من عمليات أو في محيط قطاع غزة خشية من رد فلسطيني على ما جرى وما زال يجري في محافظة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. بداية هناك حملة من الوعيد الإسرائيلي للفلسطينيين، هذا كان
ظاهرا في اللحظات الأولى بعد أن صرح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أعمال البحث المستمرة عن منفذ أو منفذي العملية التي حدثت ظهر الأمس في بلدة حوار الشمالية الضفة الغربية المحتلة. أيضا ما جرى من ناحية عنف المستوطنين، هذا لاقى انتقادات دولية، لاقى انتقادات من سفراء لدول أوروبية مثل السفير البريطاني في إسرائيل الذي انتقد ما جرى في حوارة. والادعاء الإسرائيلي أو بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي قد تفاجأ مما جرى في حوارة وهذا الهجوم من المستوطنين الإسرائيليين على حوارة، ولكن هذا الادعاء ليس منطقيا، لأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عصر الأمس والمستوطنون ينشرون دعوات للنزول إلى حوارة ولتنفيذ أعمال انتقامية ضد الفلسطينيين. هذه الدعوات بالتأكيد رصدها الجيش الإسرائيلي واستخبارات الجيش الإسرائيلي، ولكن على الأرض لم تفعل شيء، وخلال عمليات الاعتداء المتواصلة والتي استمرت لساعات من قبل المستوطنين، الجيش الإسرائيلي هو من أمن هذه الاعتداءات. من ناحية أخرى هناك وزراء في هذه الحكومة أبدوا إعجابهم بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لنائب المجلس الإقليمي لمستوطنات شمرون الذي دعا إلى محو حوارة، وهذه الدعوات أيضا تأتي بتأييد من أطراف من داخل الحكومة الإسرائيلية. لذلك اليوم ربما سيتخذ المستوطنون أيضا نعم أحمد، حملات أو جولات من الاعتداء على الفلسطينيين، وهذا وارد بدعم حكومي من داخل الحكومة وأيضا بتأمين الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، كنت معنا من القدس، والشكر موصول أيضا لفادي العصا من رام الله.